نرحب بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج عراق درايفر. بالفقرة الأولى من هذا اللقاء راح نحكي عن سيارة كيا سورينتو موديل 2018 مع مظفر عمار، خلوكم معنا. شلونك مظفر، اخبارك؟ والله الحمد لله، شرفتني اليوم انت ضيف برنامج عراق درايفر. الي الشرف والله اكون ببرنامجك. راح نسوق شويه ونحكي تمام عن السياره وعنك انت، بس بالبدايه اريد اعرف من هو مظفر، احكي لي عن نفسك شويه. مظفر يشتغل بمنظمات خيريه اكثر من منظمه، تمام. فتره كان عايش خارج العراق. وين؟ هسه داخل العراق بالاردن تحديدا. الاردن من ايمتى انت بالاردن؟ من 2006 تقريبا 7. وش وقت رجعت على الموصل؟ 18 17. يعني من 2018 رجعت على الموصل وكملت حياتك عادي؟ عادي نورمال بالعراق. انت عندك امنيه انه ترجع على عمان على مكانك هناك؟ والله واحد يحاول يراوس بين هناك وبين هوني. يعني ما عندك مشكله هوني بالموصل؟ لا، بعد ذيك الفتره اللي عشتها هناك. لا لا. طيب اعظم انجاز تشوفه بنفسك انت يعني من اثناء فتره غيابك يعني عن بلدك؟ تعرفت على ناس جديده، حضارات جديده، تاريخ جديد، شعوب جديده، كان انجاز كبير لي. هذا فعلا انجاز، يعني انت توسع علاقاتك طبعا، توسعت العلاقات والتفكير انفتح اكثر. راح نروح على اليسار ونكمل حكي بخصوص الـ الـ الأعمال الإنسانية. يعني أنت إيش اللي دفعك إنه أنت تترك مكانك هناك وتجي هوني وتدخل في منظمات إنسانية خيرية قد تكون؟ والله كثر وحب الخير ومساعدة الناس. كل خير أنت راح تعمله داخل محافظتك والناسك والأهلك هو مردود لك بعدين. إيش ضاف على شخصيتك أنت، ذكاتك أنت؟ التواضع. حلو، التواضع شيء عظيم. تواضع يعني انت تشوف انه المغرور ما له مكان بحياتك؟ طبعا، يعني شخصيتي ما راح تناسب شخصيته. اكو من اللي يحبون الغرور لدرجه انه يعني يزتون كل ما يملكون على سياره، حتى سياره مرفهه عائليه، ها، ويتباهى بها الشكل وتعالى بيها. فانت ايش تحب تقول هكذا ناس؟ هي سياره وسيله، اوكي، بيها اوبشنات، احتمال زيدي، اشياء زيدي، احتمال تخفف حوادث مثل الرادار والكاميرا وهالسوالف، هي ممكن تخفف حوادث وتساعدك. بس اما من تبدي تصير شيء زايد عن اللزوم يقلب فخفخه اكثر من هي سياره. فعلا صراحه انا ضد انه واحد يشتغي شيء فوق إمكانياته والله حتى بس يتباهى يعني فيك. هي بالنهاية سيارة وسيلة تنقلك من مكان معين إلى مكان ثاني معين فقط. من أيمتى بدأ حبك للسيارات يا من صغير؟ أشون بدأ؟ أحكي لي كيف بديت تحب السيارة. أبوي كنت أطلع معانا، كان عنده مرسيدس 2 85 هاك الشيء، أحسن فمن اعطاني خبره منه كميكانيكة السياره، المحركات، الجير، طريقه عمل المحرك، طريقه عمل الجير، فتعلمت منه كثير اشياء. حلو. ومن هناك بدا حبي كنت اسوق السياره. اسوق السياره حتى تتعلم سياقه بيها مثلا؟ ايه، بس ما كنت دعمته. ما كنت دعمته قليل. مره وحدي بهاي السياره؟ بهاي السياره. وليش الحرام ما تلعب بهاي السياره؟ كنت مستعجل قلبك، كنت مستعجل شويه، صار عندي تجاوز غلط من عندي اصلا. كان غلط من عندي، تجاوزته بسرعه عاليه. دعمت سيارتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. مظفر، انت اخترت هاي السياره تقريبا؟ ايه. ليش اخترت هاي السياره بالتحديد؟ عائليه كبيره، محرك قوي وكبير. كيف تشوف صرفيه البنزين؟ حسب كل واحد سياقته. اي سياره سجيب حتى لو ب 8
وانت ومشيك بالسياره. انا من الناس مشي سريع و فتشعر عندي مصرف في البنزين دائما زايد اكثر عن غيري. حلو زين، كيف تشوفه من ناحيه الراحه وانت تسوق؟ كلش مريحه، كنت سافرت بي على بغداد مره روحه ورجعه تقريبا خلال يومين، كلش مريحه. ممتاز. كيف تشوف نسبه الامان فيها؟ نسبه الامان وسط، اي سياره كوري او ما امريكي او الماني يكون نسبه الامان بينهم قليله. بس هسه هاي كوري او الماني؟ هاي كوري وارد امريكي. كوري وارد امريكي. طيب تنصح بها المحبين السيارات العائليه؟ ايه اكثر من غيره كحجم كمنافسه اكثر من غيره. طيب هذه السياره مثلا الزيرو سعر اكيد والمستعمل لها سعر بشكل عام. والمواصفات من الزيد يعني الزيد السعر كثير. اوكي يا مظفر، بما انه تقريبا صار لنا 5 دقائق احنا بالسياره نسوق، خلينا نقف شويه وننزل ونحكي على الهواء. اوكي طبعا السيارة تشوفها انه هل هي تقاوم او تتحمل الطرق الوعرة المطبات الطرق الجبلية برأيك؟ هي سيارة عائلية، ما سيارة اوف رود كالبرادو وما برادو، سيارة تكون هي مخصصة لهكذا الاشياء وسيارات خاصة للطرق الوعرة. هي سيارة عائلية اوكي 7 راكب 6 سلندر تتحمل عائلية عن الارض شوية، فتتحمل مناطق وعرة بس ما كلش. اوكي احنا لما نحكي عن السياقة، السيارة تمشي بأخلاق راكبها أو قائدها، وأنا طبعا شخصيا أنت شخصية محبوبة، أنا كلش يعني ارتحيت معاك وأنت يعني ما شاء الله مثقف وسائق حلو. الله هذا الشيء ينعكس على سياقتك أنت، فكيف تشوف أنت السواق حاليا في شوارع مدينة المواصل؟ يعني ايش يحتاجون بالضبط؟ يحتاجون وعي اكثر بالسياقة ونظم السياقة اكثر، نظم السير. ما اتوقع انه اللي يساعد على السياقة الصحيحة وامتناع الحوادث الطرق المرورية ومن ناحية التخطيط وباقي التفاصيل. التخطيط المروري ضعيف بالموصل كغير محافظات مثل اربيلة ودهوك، يعني تخطيطنا ضعيف، ما عندنا التخطيط اللازم ليستوعب العدد الموجود من السيارات بالموصل، العدد كثير زايد عن الشوارع اللي عندنا. اوكي احنا كنا عم نحكي عن هاي السياره بالتحديد، عن ميول اهل مدينه المواصل عنها كثير، يعني احنا اشوف هاي شوف سورينتو كثير بشوارع مدينه المواصل. برايك يعني ليش هاي القوه الشرائيه عصير على هاي السياره بالتحديد من قبل المدينه؟ المواصل معروفين بالسيارات انه يختاروها يسموها متينه قويه تكون، يعني والله شوارعنا ينغاد له سياره متينه. والله على شوارعنا ينغاد له، هي سياره متينه عطلاتها قليله نسبه لها، يعني ما ينغاد له ذاك المصرف اذا تاخذ زيرو جديده ما ينغاد له ذاك المصرف لان هي متينه قويه. يعني كيف تشوف مقارنه بباقي السيارات العاديه؟ يعني انت اكيد قبل تاخذها كان اكو عده خيارات، ايش هي لو ما اتخذت هاي السياره السورينتو ايش كان ممكن تاخذ؟ الدورينجو او الجيب شيروكي. بس انت ما اخذت، اخذت هاي السياره صارت لو يعني قسمتك هي قسمه صارت يعني لما نعرف وكذا فاخذته السورينتو. اها وذاك الوقت ما كان اكو دورينجو كثير منتشر بعد بالعراق، قليل كان على ما وصلت. اكو هاي السيارات العائليه اللي معروفه كثير وكثير يعني متوفره بالمواصل نغشعها بالشارع، هي صار من زمان من الموديل 2011 14 ايضا اكو كلها للحديثه الساعه، بس 22 ماك صار علينا برغبه كبيره، يعني حديد اقل وسياره كل عندي نظريه السياره كل ما تحدث المتانه تقل بيها وتزيد بس الاوبشنات والمواصفات اللي بيها. فعلا صح كلامك، اكو نوع من السيارات انصنعت بفتره معينه سموها المقدسه، مقدسه يعني تعبير عن انه هي عطلاتها قليله ومصرفها قليل فاعتقد الشركات المصنعه يعني قطع الغيار ظلت متكدسه، قطع غيار عندي بالمخازن ما انباعت. قطع الغيار تكدست لان اصلا ما بيها عطلات، هذيك العطلات القويه مثلا كمحرك وكانجن المحرك وكجير ما جير قليل تجي بيها عطلات بيها. اوكي هذا اللي انا اقصده. طبعا الحكي عن هاي السياره ما يخلص، احنا نريد نشوف قطعه قطعه يعني من الداخل، مثلا تحكي لي عن جزيئاتها مثلا، نظامها الذكي،
وبعد باقي تفاصيل نشوف وحدي وحدي ومعاك الكاميرا معاك سوق قصي. اوكي ان شاء الله. افتح لي باب السائق. ايه شغلها وبعدين انت الشاشه الديجيتال. بس انا اشوف عدستين بها على الدشبول. عدستين اللي هو الحساس مال اوتو مال الضوء اوتو لايت. اوكي. الدواسات اللي بها اثنين اللي هي اوتوماتيك. اوتوماتيك والفوت بريك يجي بالرجل. والستيرن. والستيرن. ايش بيش ما بيش الضمك؟ كهربائي وبيها كروز. والاوبشنات الباقية مثل الرد على الاتصال وفصل المكالمة وتعلية الصوت والمود. اوكي، ايش أكثر شيء عيجبك بالموضوع؟ المحرك. الدشبول كله. ها بدش بعد المحرك بدش بول كله تمنطق عاد انت هاك شيء عجبك تشعب عينك انت. عدالاته واضحه وما تضوج، والطريقه تبت الاناره ماله ما مزعجه للعين بالليل كسياقه ليليه كونيه كثير اسق بالليل. سياقه ليليه ما مزعجه بيها. حلو عشت ايدك. طيب غشعني جزئياته من الخارج. اوكي ان شاء الله. تفضل. جبت 7 راكب يعني في الصندوق جابيه كشنات همينه. هاي اللي اكثر شيء كنفاتني. طبعا جيت 7 راكب. اوكي. شنات وغا. واللي حتى نسبة للمنافسين يعني اكبر من غيره كحجم وغا صف الثالث يسمونه هو اكبر من غيره كمساحة. حلو. بالنسبة لفئته في قياس السيارة. يعني المساحة مليحة ومريحة. مساحة مليحة يقعدون بها يعني الشخص. 4 7 راكب. 7 راكب جد. ممتاز. وترها من السفرات العائلية. كلش. حلو يعني هاي اكو مساحة وحيستغلها. شنو طق طق تخلي لان يعني التاير السبير تجي جوا السيارة. اوكي بها حساسات؟ لا. ما بها حساسات. كاميرا. اذا كان اكو شخص خلفك او سيارة خلفك اذا ترجع لي ورا فقط اكو كاميرا. كاميرا فقط. اوكي راح نسد الباب. فيها طبه. حديد اصلا. الكاميرا هوني. اوكي. هوني تجي الكاميرا. دائما اكو من اللي يشتغل فحص اربيل واكو من يشتغل فحص نينوى. ترقيم اربيل اسهل يعني بالنسبه لي يوم رحت ورقمت السياره كلش كان اسهل. معامله ما طولت كلها ساعه. كلها. حلو. اذا كانت بالمواصل نينوى مثلا. تطول يعني حسب الواسطه اللي عندك. يعني اذا ما عنده واسطات ايش يعمل؟ تطول شهر تقريبا. شهر. يعني على ما تنطبع الارقام وعلى ما تصل. يعني ماكو مقارنه بين ساعه وشهر. لا مصيبه. اوكي. خلينا نطفي السياره شغال هي حاليا على مود تفتح لي البونيد الامامي ونشوف محركها وشكلها من الداخل. اها. اكو من اللي شخص يعجبك يفتح البونيد ويغشه كله بالمعي ويقول لك ما لا عسى الضفه. بيها لين كهربائيات هاي مشكله. وباتري وما باتري والمحرك اذا فات بينه ماي يعني يسلم لي بعد على المحرك كله وجير. يزنجر؟ ما يزنجر يعني بدل ما تحرق ما تحرق بنزين تحرق ماي. اوه هاي مشكله. يعني اذا فات ماي بيها ف زين ايش ممكن يحد ينظفها اذا كان هكذا؟ الطريقه الصحيحه. وماي او بخاخ مال جامات اي ملمع. ملمع. ملمع دشبول. زين تكدس الطوز عليها ما يأثر على سلامتها؟ لا ما له علاقة. كلش طبيعي. اوكي. ما اعرف انا صراحة ما اشتغلت فيتر قبل حتى افسخ لك هي، بس هي كل سيارة ولها مميزاتها ومحركها، وقلت محركها 6 سلندر اذا هي سيارة طرق الخارجية. اي طرق خارجية وجا الجير ماله 6 نمر. اوكي راح ننزل هاي. عادة لما الشخص غير يشتغل سيارة هاي السيارة انت مثلا تشتغيها، أول شيء تسأل دوغ بيها اشنو حتى تختارها تشتغيها؟ أول شيء مكان الحادث إذا وارد أمريكي. وس أكثر إن نشتغي وارد أمريكي لأن أرخص من الخليجي يجي. فاللي هو المكان الضغبي وين؟ إذا قدام أو ورا. وفيت على الشاصي لو لا. أهم شيء والإيرباك طقق لو لا. قطع الغيار مالتها حالياً متوفرة بالسوق. متوفرة. وكيف شوف أسعار قطع الغيار الخاصة بيها؟ بالنسبة للمعرض رحتوا عنه علينا باربيل ما ذاك الفرق الكبير يعني تحسه بالاسعار الغيار قطع الغيار. احنا حكينا عن كثير ايجابيات بيها يا مظفر، اريد يعني تحكي شوية عن السلبيات اللي تشوفها انت بيها. السلبيات اللي هي بيها هو ما سلبية وسلبية سوا. مجال محرك جي دي اي اللي هو حقه مباشر بالمحرك البنزين. يعني صرفية البنزين هي اكثر؟ لا بس الدق ترانز على البنزين العادي لازم محسن طلق. لازم محسن. هو لان يعني بنزين يعني الغلط من بنزين ما من المحرك ابد.
يعني هي نوعيات طبعا المحركات يحتاج البنزين كل فتره، مثلا بنزين محسن واكو لا دائما بنزين محسن، لا دائما مخليها محسن، لان اذا بلا محسن فراح تتاذى الماكينه ومع تبريدها خاصه بالصيف فكثير. زين انت تخلي محسن، طيب صرفيه البنزين انت شو تشوف؟ يعني صرفيه البنزين اذا ما سوق سريع، يعني سوق عادي مثلا ما بين ال 40 وما بين ال 190 كلش طبيعي يصير، حاله حال اي سياره عائليه يعني كلش صرفيته حلوه. رائع حلو. انا طبعا تنصح بها يعني مثلا انه حد يقتني هاي السيارات، هاي الفئه من السيارات كلش، لان تكون عمليه وبيها محرك قوي، يعني تطيق اذا كسرعه ويعجبك هاي فتطيق 6 سلندر او مظفر. انت تتابع جروبات السيارات والفرق والنشاطات هاي؟ لا والله لك رغبه انه انت تدخل ضمن جروب؟ اوكي جروب كدرفت احتمال الفترة البعيدة ادخل جروب درفت. اوكي. طيب عندك طموح مثلا للسيارات تطورها مثلا تجيب تبيعها مثلا او تجيب غير السيارة؟ كل شيء يعجبني بس الوقت ما موجود. ما عندك وقت؟ وقت ما موجود. بايش اهتمامك انت حاليا؟ يعني ايش اللي بياخذ وقتك حاليا؟ النوم اكيد. النوم والشغل كمنظمات واشياء خيرية وورشات نعملها. مظفر اليوم يعني انا من اول ما تعرفت عليك سمعته قلت لي انه انا مظفر عمار من عائله الدبدوب. عائله الدبدوب ما شاء الله معروفين بابداعهم الفني وينحدرون من الجد راكان الدبدوب رحمه الله، هو رمز الفن التشكيلي في العراق والشرق الاوسط. طبعا يعني انت تشوف نفسك انه ممكن قد تكون وريث لهذا الفن، فن التشكيلي؟ هو الفن عندنا فن الرسم يعني موجود عند العائلة كلتنا. أنت وينك من هاي الموهبة؟ هي مهوني أنا هوني باني بالبداية يعني أحاول أرسم. عندك رغبة ترسم ممكن تطور هوايتك بالرسم؟ إن شاء الله. إحنا كلتنا معاك ونشجعك. الله يخليك. خصوصاً أنه أنت ما بس موضوع السيارات، أنت متشعب كثير يعني في حياتك، وهاي فرصتك أنت اليوم تستغل شبابك معانا حتى تطور من ذاتك أكثر. إن شاء الله. طبعا خلصت الأسئلة وخلصت حتى الوقت خلص يعني لهاي الفقرة المحددة، أريد أسمع منك كلمة أخيرة. الوعي كسيارات يعني أريد كسياقة يعني بالموصل خاصة لازم يكون وعي بالسياقة كبيرة. كيف واحد ممكن يكون واعي أكثر؟ كيف ممكن ينمي وعيه؟ يعني من تأخذ إجازة العالمية وأي إجازة بغير دولة غير العراق أكو كتاب تدرسه عشان تكون سائق وتعرف الأشياء الصح بالسياقة والأشياء الغلط من أول، من ضمن الاجتياز من اليمين. ما شاء الله عندك 100 واحد طلعك من اليمين كثير الصيغ، فهو كثير الحوادث من غلط السياقة يعني ما كن درسوا أو كن دخلوا دورات. أوكي. طبعاً أنا أشكرك لي هون يا مضفى صديقي وعزيزي. الله يخليك أخ صديقي. إن شاء الله دائماً تجدد ظهورك هذا الحلو على الفضائية الموصلية، يكون شرط تكون معايا هنا إن شاء الله. تعودنا دائماً إحنا نكون سوا. شكراً مفضل. مشاهدينا الكرام نروح معاكم فاصل إلى فقرة الدراجات، خلوكم معنا. مشاهدينا رجعنا معاكم بعد الفاصل بفقرة الثانية من هذه الحلقة برنامج علاقة درايفر. فقرتنا اليوم مع كابتن أحمد ودراجته النارية هوندا شادو. طبعا دراجة حلوة جديدة راح يحكي لنا عنها أحمد بعد ما تعرف عليه. مرحبا بك أحمد. حياك الله. أهلا. طبعا يسعدني شرف تكون أنت ضيفي برنامج علاقة درايفر. إلي الشرف أستاذ. الله محييك يا طيب. أحمد قبل أن نحكي عن الدراجة مالتك أريد نعرف من هو كابتن أحمد. أحمد الطائي سائق دراجة نارية من محافظة صلاح الدين قرابيجي
وساكن الموصل هواي. شرفتنا كلها. ايش قصارك بمدينه الموصل؟ من 2005. ما شاء الله. طبعا المدينه مدينتك. وانت اليوم واجه مدينه الموصل. اكيد ان شاء الله المدينه هي شرف لنا. الله يخليك ويحفظك ان شاء الله. طبعا احمد كيف تشوف مدينه الموصل يعني مقارنه ب قضاء بيجي من ناحية الشوارع كسائق دراجة؟ يعني هل تشوف أنه الشوارع مدينة الموصل ملائمة لقيادة الدراجات النارية؟ أكيد الموصل حلوة بكل شيء، كل شيء حلوة الموصل، وشوارعها واسعة وحلوة كلش حلوة، ومن نمشي ماكو أي عقات عندنا بالطريق الحمد لله. طيب أمتى بديت تحب الدراجات النارية؟ ذكر شيء من الطفولة، خلي شوي نرجع على الماضي أحمد. يعني كانت لي رغبة من الطفولة مثلاً، حبيت إنه أنت تشوف أحد يسوق سيارة وتريد عفواً دراجة وتريد تصير مثله، ما أعرف كيف جدتك هاي الهواية؟ أكيد إحنا أخذتها أنا عن والدي الهواية. على والدة. يعني من إحنا صغار أبوي والدي عنده دراجة أمزد، وإحنا ورثناها من إحنا صغار وتمنينا من إحنا أطفال. والحمد لله حققت كل احلامنا الحمد لله. ايش كان نوع الدراجه مالته؟ ام زد. ايش صفات الام زد مقارنه بهاي الدراجه بالوقت الحالي؟ فرق شاسع، ماكو مقارنه. اي مقارنه ماكو، ديش دراجه يعني اي صفات، اي مو خلينا نقول اي مواصفات ما بيها، مو نفسها ما شاء الله، فرق أوكي. شاسع. اليوم انت احد اعضاء فريق بايكرز موصل بايكرز، يعني كيف اضاف هذا الانتماء لك او شنو كيف شجعك؟ شجعني هوايه، وفيعني هي هوايتي خليتها اوسع بعد، توسع عندك الافق. بالموصل بايكرز بصحبه الكابتن صفا محمد. هاي كلاسيكيه اوكي. طبعا دراجه هوندا شادو كلاسيك. وصفاته انه تكون السرعه محدوده، مو مثل الدراجه البطح خلينا نسميه. اكيد هي صنعت للحلبات، هاي صنعت للطرق الطويله. احكي لي عن هاي الخوذه اللي بيدك، وايش تميزها عن باقي الخوذه العاديات؟ هاي الخوذه يعني مواصفاتها حلوه وقويه، تتحمل صدمات. ليش اختاريتها؟ للسلامه. للسلامه اولا، بس هاي النوع بالذات شلون مواصفاتها؟ هاي كل الصفات اللي للدراج موجوده به. وحدي يعني ايام الشتاء الضبضب عندك الشاشه نزلها جامعة من النفس، هاي يجي هواء منها توخر الضباب كل شيء. حلو. بيها نظاره نظاره شمسيه بالصيف، وبي هذا الفك كله ينفصل ويتشكل حسب منه. يعني اذا واحد يدخن سيجاره ويدي يسوق يدي يشرب ماي، كل شيء موجود بيه، ما يضطر يشلحها ويرجع يلبسها. اكيد. وهي بيها احجام طبعا. بيها احجام. شلون سعرها حاليا بالسوق هذه؟ سعرها يعني هاي مناسبه. ايش سعرها؟ 50,000 تقريبا. 50,000 من 10 الى تصل $200. مو خساره 50,000 يعني اذا اشتراها الدراج حتى يحمي سلامته، يعني لو لا سمح الله ذاك وقع من الدراج صار معه حادث وارتطم راسه بالارض او باي مكان، راح احتمال اذا ما فقد حياته راح يفقد سلامته طبعا، ويبقى يعني يشكي من مشاكل براسه تصير مثلا ويزيد مئات الدولارات آلاف الدولارات. أهم شيء الرأس، واحد يحافظ على الرأس. فخلي يخسر له 50,000 أحسن ما يخسر له. يخسر له $200 على سلامة رأسه. يخسر حياته. يخسر هواي شاء الله. طيب بس ما أشوفك لبس الكساريات هاي. كلها موجودة إحنا عندنا. كلها موجودة عندنا موجودة بال. يعني ما نطلع إحنا أي رايد بعيد إذا مو كل الأمور السلامة، كساريات قفازات خوذة. أوكي. اللبس الجلي. كابتن أحمد ليش اختاريت هاي الدراجة بالتحديد؟ دراجة أول شيء محركها 400 سي سي، يعني اقتصادي وترهم للداخل وللخارج، يعني يمشي بها رايدات بالداخل مثل يمشي بها رايدات محافظات، يعني مو قاصرة وسعرها مناسب. أشقى سعرها؟ يعني هسا احنا كون الدراجة رقمناها يعني من 22 أكو من 12 ورقة تصل ل 27 30 حسب النظافة حلو. أبعد مسافة رحت بها؟ رحنا المحافظة بغداد العاصمة الحبيبة وللرمادي والسليمانية. ما ضوجتك بالطريق؟ لا الحمد لله دراجة حلوة. من متى هي عندك؟ صارها تقريبا خلينا نقول فد 4 سنوات.
أربع سنوات أربع ما تعبتك مثلا ما اضطريت توديها على الصناعة تصلح فيها شيء؟ أبد الحمد لله وشكرا. ما شاء الله. أبد أي في تر ما فتحها ولا أباوع عليه. حلو. يعني ما عدنا عطلات. الله يحفظك هي صراحة ويحفظك. الله يبارك فيك. يبعد عنك أي مكروه. يعني ما دام أنت حافظ لقواعد شروط السلامة فأنت إيش تحب توجه الدراجة؟ مجازين حتى من المرور، عندنا إجازات، عندنا كل شيء. طيب إيش رأيك بالدراجين بصورة عامة؟ يعني نشوفهم عادة بالشارع، يعني كدراجين أصوات عالية كدراجين دراجات كلاسيكية أو الجولدن، ناس مدربين وحلوين. حلو. بس أهل البارد خلينا نقول أو الدراجات الصغار يزارقون بين السيارات الدرفيري الكذا، يزارقون بين السيارات، يعني عندهم هواي امور، بس الحمد لله يتراوغون يعني بين السيارات. اللي يتراوغ بين السيارات يأدي روح. هذا ايش نوع هذا الماطور؟ هذا اللي يطلع اصوات عاليه اللي رخيص يعني 400 ألف سعره. هذا دراجه ايرانيه بارت اسمه؟ اي ايرانيه بارت. صوتها عالي. تنصح بيها؟ ازعاج للناس، بس كشخص يروح الباب رزقه ويجي جيده جدا. باب رزق يعني هي للاشخاص اللي فقط يعني انه توصلوا ايه الباب الرزق مالته جيده جدا. أما بس كهوايه اصغر دراجه هاي وانت صاحب. كهوايه احنا نشجعك عليها صراحه. رياضيي مدينه الموصل ما شاء الله عليهم مبدعين وانت واحد منهم كلهم. الصراحه يعني المواصفات بتأشرني عليها بالتحديد، يعني اللي تشوف انه مميزه عن باقي الدراجات العادية. يعني هذا النوع شادو، هوندا شادو قلت يعني شفهية عن التفاصيل مالتي، لكن نفسي تأشر لي على جزيئاتها، سمي لي هي وأحكي لي بعد. والكاميرا معك إن شاء الله. الدراجة هوندا شادو ترهم لكل الطرق، يعني بالداخل بالخارج، بالداخل حمامه وماكو، بالخارج حمامه وماكو، دراجه حلوه وجيده جدا. العجلات مالتها؟ العجلات كلش قويه عجلاتها، ودراجه كلش حلوه. طيب النظام الالكتروني مثلا ما به نظام الكتروني، مجرد جيجات. جيجات نعم. كيف تشغلها؟ اشغلها ان شاء الله. اول شيء عندك هون السويتش. يا الله ما بيها صوت عالي. لا كاتم حتى ما نزعج اي بشر ان شاء الله. هاي من اخلاقيات الدراجة. اي اكيد. قوانين السير الخاصة فيكم كهواة دراجين النارية، قوانين السير هواة الدراجات النارية، خلينا نطفيها حتى ما تأثر صوتها علينا. عشت ايدك. يعني قوانين السير الخاصة من تطلعون انت مثلا جروب، ايش هي الاسس والقوانين اللي انتم ملتزمين بيها حتى تمشون بسلامة وبأشياء مثلا طريقة ما تعتبر رسالة الى اهل للناس والى الدراجين الباقين حتى تكونون انتم كفريق يعني حلو وذات سمعة جميلة. الكابتن بالامام والمساعد بالخلف، ونمشي ماخذين السايد اليمين مالتنا حتى ما نعيق احد، وسرعتنا بسيطه، اي محافظه نطلع عليها نتوجهنا لبغداد الحبيبه، وعندنا امور يعني احنا كدراجين نطلع رايد علامات اذا احد يجينا من اليمين. هاي الحركه لليمين، او احد يجانا العفو للشمال وهاي لليمين، واذا طس خلينا نقول او حفره يأشرنا عليها بسابقه. حلو. اي فكنا منتبهين ونمشي رايد واحد يعني اذا حلو. كانت طس على عرض الشارع هاي الحركه موجوده عندنا. هاي الحركه انكو طس على عرض الشارع. انتم كدراجين ابرز المعوقات والتحديات اللي تواجهكم، يعني تعتبر في الامور تواجهها انت اثناء مسيرتك وما تطلع بوحدك مرات او مع جروب، يعني تواجهون بعض المشاكل، تواجهون تحديات، اشنو هي؟ يعني هسه احنا اي رايد نطلع ماكو الحمد لله ماكو اي عندنا اي زين صعوبات عندنا بالطريق، المرور ما مرور مثلا، القوانين المروريه. قوانين المرور احنا كنا ملتزمين بها، كنا مجازين يعني ملتزمين بقوانين المرور. قوانين المرور يعني حاليا على ساق السياره او الدراجه كنا ملتزمين بها.
شنو هي قوانين المفروضه على الدراجين بالتحديد؟ ان ما يصعد اي شخص وراء اي رايد، احنا ما نطلع الامور السلامه لنا احسن. يعني ما تصعد احد ثاني وراك؟ اذا برايد ما مستحيل، اي رايد ما صعد، اي شخص العفو ما يصعد وياي بالدراجه الا اذا كان سائق. بس الامتعه مالتي كخيمه او الفراش مالتنا جاك صديق شافك بالطريق بالله بس وصلني بلا زحمه احرجك كداخل مدينه مسافه قريبه اوكي اوكي، كطريق طويل لا مستحيل. يعني احتمال ايش سبب لك وجود هذا الشخص اللي خلفك؟ يعني اذا اشر هيك يحرك الدراجه فما نصعد، يعني احنا كنا رايد مستحيل، يعني وين انا بالفريق ما عنده دراجه ما يصعد ويا اي شخص اذا كان رايد طويل. فعلا مثل ما تقول مرات من الدار مرات تقصر سريع مرات شويه يعني ثقل ووزن يربك قيادتك. بس كذا بداخل المدينه وصلني هنا وهنا ماكو مشكله هذا على طريقي. طيب اكو فد رساله او مطالب تحب توصلها انت من خلال الاعلام الى المؤسسات الحكوميه؟ شغله واحده بس، احنا عاقتنا الدوله مالتنا كلها ما شاء الله الحمد لله والشكر، شغله واحده اللي يشيلون القرار من الستة للست يعيقنا احنا اكثر رايداتنا ونطلع. كيف اعاقك هذا الموضوع؟ من الستة احنا نرجع من العمل مالتنا بالخمسه او بالاربعه أربعة ونص خمسه، يعني هنا يصير الرايد مالته بهذا الاوقات. مشكله يعني ونسد عين الطريق تعزل يعني اضطرينا محلك على العلم هاي فوقفنا هاي الشغله ضرتنا بس. نرجع على الدراجه الخاصه بك، كيف تشوف القطع الغيار الخاصه بالدراجه؟ هل هي متوفره؟ هاي دراجة الهوندا شادو يعني غراضها موجودة بشكل موجودة بمغداد. أسعار القطع الغيار مالك يعني خلينا نقول نص ونص، مناسبة وغير مناسبة أكو بيها. أنت ذكرت بغداد بالمواصل ما بيها؟ كغراض قطع غيار لا، بس كسوارات موجودة سوارات أوكي. سوارات موجودة اعتيادي كاميرايات كذا دوسات هاي موجودة بالمواصل يعني، بس كغراض محرك وكذا لا، لازم نتوجه للمصدر الرئيسي بغداد. ايه بغداد الحبيب. طيب تشوف انه سعرها 22 ورق، هي سعر 22 او 24 ما عدا الرقم تقريبا ايه ويا الرقم يعني صار. تشوف انه هذا السعر مناسب لها؟ لو تستحق اكثر بس هذا سوق. ايه تستحق اكثر هذا الدراجه بس هذا سوق. يعني تنصح بها لمحبي الدراجات الناريه؟ اكيد، يعني الامكانيه مو كلش كبيره، يبتدي من هاي الدراجه كلش حلوه رائع وما بها اي قصره، كرايدات طويله قصيره دراجة حلوة. حلو. الإمكانيات كبيرة اكو هواي دراجات تصل حتى الأربع دفاتر خمس دفاتر. فريق عراق بايكرز و موصل بايكرز بالتحديد يعني فرع يتفرع من فريق عراق بايكرز. احكي لي عن كيف يعني بدت رحلتك مع هذا الفريق، يعني أول يوم انضميت صرت معاها إلى حد الآن، احكي لي كيف تعرفت عليهم؟ إن شاء الله. قبل من جات عندنا هاي الدراجة يعني كهواية بس نطلع نفطر وكذا، فتعرفت على كابتن صفا محمد كابتن موصل بايكر فانضمت له بنادي في شيء كلش حلو، فتعرفت على هواية شباب ويا دراجين ونطلع سفرات نطلع رايدات طويلة، فهي خلينا نقول هواية ضخمناها يعني النادي كبر هواياتنا، وتعرفنا على هواية شباب طيبة أي شيء تحتاجه يعني أي كان فريق ببغداد واللي كان بأي محافظة ما دام يعرفك انت بهذا النادي كل امورك تسهل. اشنو عندك طموح تحب تصله كهاوي دراجه؟ كهاوي دراجه فكرت انه شيء تعمله بالايام القادمه مثلا او على المدى البعيد؟ ان شاء الله. والله احنا هسه نريد احنا رقمنا الحمد لله نطلع اريد دول نسافر اي دوله يعني حالنا ممكن عالم اي دوله مثل السعوديه يفطرون العالم كله بدراجه، احنا هاويين دراجات يعني انا هسه اي دوله تقول لي اروح، بس دو ماكو حدود نقدر نعبرها ونمشي بها. يعني اكو انت ممكن تعبر لكن اكو اجراءات. اجراءات كلها صعبه. ليش صعبه؟ صعبه كلش يعني كيف يعني كيف هي كل شخص يقدر يسافر. لا صعبه. يعني بور الجواز العراقي؟ يعني لان الجواز العراقي مو جواز قوي يعني حتى تقدر تروح لاي دوله تسافر عليها. خلينا نقول تقريبا هي وحده من المشاكل. اي وحده لانه هو محدود بفيزا مثلا، اكو دول فيزا اكو دول ما تقبل تعطي اي فيزا. احنا يعني دوك ما نقدر نطبها، دوك ما نقدر نطبها الا رقمنا، بس هسه كان احنا نريد نطلع مثلا اي دوله نطلع ما دام هي مرقمه باي دوله ما عندهم مشكله مع الدراجات. اي ما عندهم اي مرقم ونطلع اي دوله حدود. زين ليش ما يعني تركيا؟ اوكي سافر تركيا.
ان شاء الله واجهه لنا، وهذا العلم العراقي اللي على اكتافكم الجميل يبرز في تركيا على اكتافكم كسواق دراجات واعضاء فريق موصل باكرز وعراق باكرز. احنا عندنا هيك تخطيط ان شاء الله رحلتنا الثانيه يعني تكون دوله، تكون دوله دوله تركيا سعوديه، تركيا سعوديه كويت اي دوله. لا من جبل السعوديه شويه ترددت لان بعيده بالنسبه للدراج، ماكو شيء بعيد. احنا نحب نطلع خلينا نقول شهر سياقه اي مكان نلعب به، نخيم تخييم تخييم، هي احنا متعتنا بالتخيم وتحرك ثاني يوم، فالشغله احنا هي متعتنا. مساله التخييم، مساله التحضيرات، الاكل الشرب، كيف هاي تكون الاجواء بالعاده؟ احكي لي، شوقني انا احب هاي الاجواء. التخييم وعدتنا كلها موجوده، والاكل نشيله ويانا احنا، يعني اي منطقه نوصلها يعني ياخذ غراضنا وهاي ونحط كل يعني امورنا موجوده. يعني المواقع المناسبه للتخييم اي موقع، اي شوله؟ لا طبعا لا، اكو كجاب يعني، اكو مثلا لا مكان احنا نحس امين نطبق به. زي ما صادفوكم قطع طرق؟ ابد الحمد لله، الحمد لله ربي لك الحمد. يعني المساله هاي تخوف انه اكو موجودين قطع طرق، قد يكونوا موجودين. لا هسه ما ظل لهم اثر الحمد لله. ان شاء الله ما ظل اثر ابدا. ليكون انا ما طلعت الدراجه الناريه على طريق خارجي، ف لما تطلعون انتم فريق انتم راح تكونوا مرعبين اصلا موفقين. طيب انا اشكرك يا كابتن احمد لحد اللحظه هذه، انا كان بودي طول الوقت اكثر معك حتى نكتشف كثير اشياء وجوانب حلوه من هواه الدراجين، وان شاء الله يوم اللي انا اصعد الدراجه واكون معكم في فريق موصل باكرز ان شاء الله راح نتشرف بك. حلو، انا شرف بيكم اكيد، ولكن خلينا نودع واقول لك شكرا. بس قبل لا نروح نسمع كلمه اخيره منك. اللهم يحمي العراق من كل شر. اشكرك على هذا شعورك بالوفاء للوطن، تحياتي لك. بالتوفيق. مشاهدينا الكرام، طبعا ليهوني خلصت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عراق درايفر. اشكركم على حسن المشاهده، وانتظرونا بحلقه جديده، والى اللقاء.